قلب الشاب بيشيل كم بنت؟ أربعة. اشمعنى أربعة؟ كده عادي ده مزاجك يعني؟ اهو. طب انت حبيت كم واحدة؟ انا حبيت اتنين منهم. اتنين من الأربعة؟ قدرت تحب الاتنين مع بعض في نفس الوقت؟ اهو. نظمت وقتك ازاي بقى؟ عادي برضو على طول، برضو وقت على طول، واحدة صبح واحدة بالليل يعني بنبدل مع بعض. أوه. وساعات كمان الظهر. الظهر لا ما فيش وقت فراغ يعني. لا برضو فيه. قلب الراجل بيشيل كام بنت؟ والله هو في الحقيقة يعني لو بيبقى أول مرة في الحب بيشيل قلب واحدة بس، لكن لو بعد كده بقى بيشيل كتير، بيشيل كتير قوي. يعني نقوله مثلا إيه، لو أنت قلبك اتجرح مرة خلاص بعد كده مفيش مشكلة. أه فعلا ده حاجة، أه دي حاجة حقيقية فعلا. فكرتني بقصة مؤلمة. ما أنا نفس القصص والله العظيم، نفس القصص المؤلمة. طيب يعني أنت لحد دلوقتي أنت مش أنت بقى، قلب الراجل من وجهة نظرك ممكن يحب كم واحدة في وقت واحد؟ بحب كتير والله، ده ممكن يعني وهو ماسك الموبايل كده تلاقيه بيكلم بتاع 8 عادي بيترجم. اه انت قصدك والحريم بتستجيب كده؟ اه بتستجيب. اه والله بتستجيب. هي بتشيل كم راجل مثلا؟ لو اول مثلا لو بنت بتحب واحد كده قشطه تمام، هي ما فيش غيره. لكن تدرس لو بنت بقى ايه؟ تدرس انا في ثالثه ثانوي والحمد لله. الحمد لله رب. الحمد لله. قلب الراجل بيشيل كام بنت؟ قلب الراجل بيشيل كام بنت؟ بص كتير فاهم، بس هو بقى ايه، لازم نبين ان هي واحده بس يعني فاهم، لازم نقنعهم ان هي واحده بس. بس هم كتير. اه ازاي بقى بالموضوع ده؟ بقنعهم ازاي؟ كلام بقى، ده حوار انتوا عارفين. يعني مثلا مين اللي عملت لك لاف على الفيسبوك؟ فاقول لها لا دي بنت خالته، هي مش بنت خالته ولا حاجه فاهم عادي. ايوه بركزوا في الكلام ده. لا طبعا. طب انت شايف ان قلب البنت بتشيل كام راجل؟ آه لو على اللي يخصني انا فانا انا مالي قلبها، انا جامد. اه هي مش شايفه غيري اصلا. ياما الصراحه. كام يعني؟ مش عارف بس هم ياما. انت قلبك شال كام واحده؟ ثلاثة بس؟ اه في نفس الوقت؟ لا كل واحدة بعد وقت يعني فترة. نظام شفتات يعني؟ اه بيبدلوا مع بعض بالظبط كده. قلب الشاب بيشيل كام بنت؟ 12. 12 اشمعنى؟ عشان انا شلت 12 فخلاص ده سيستم يعني؟ اه يعني ال 12 في وقت واحد؟ اه ما بتاخدش بريك؟ كل واحدة ليها معاد. ازاي بقى؟ يعني واحدة من واحدة لثلاثة، واحدة من ثلاثة لخمسة كده. مفيش واحدة لاحظت ان انت خنتها؟ لا هم انا اللي لاحظت ان هم اللي بيخونوني. يعني 12 واحده وانت اللي اتخنت؟ اه. معترف؟ ايوه. من مين يعني؟ كم واحده خانتك؟ اتنين. وعرفت ازاي؟ ما حسيت. مسمينك ايه في البيت؟ في البيت لولو. انا اسمي محمد اساسا. اه بس هم مش بيقولوا لي لولو. طب لو ما فيش مصلحه اقول لك ايه؟ الصراحه ولا حوار؟ الصراحه يا زفت. ازفت؟ اه مفيش حاجة تانية؟ لا خالص مفيش. بجح. ايه؟ بجح. بجح؟ اقسم بالله. يا بجح؟ اه على طول كده صريحة. صريحة والله ويقول له كده في البيت على طول. بس كده؟ ما بتكسفش. ما عندكش حاجة تانية؟ لا تمام. مين النكة دي، البنت ولا الولد؟ لا بصراحة البنت هي النكدية والله. ايه وجهة نظرك كده؟ ما بتبقاش وراها أي حاجة تيجي تنكد بقى، هي بتبقى فاضية. تنكد ازاي يعني؟ تخترق خناقة، تقول لي أنت ما كلمتنيش النهاردة ليه بس؟ طب أنت ما كلمتهاش ليه النهاردة؟ ما كنتش فاضي بقى، وراها مذاكرة بقى. بتقتنع بالكلام ده ولا هي دي غيره؟ لا بتقول لي انت بتكذب، حاسس ان انا بخونها مثلا، بتكلم معاها صعب عليك. بتحل المشكله ازاي؟ ما شوكولاته يا ساعه بنتكلم في التليفون ساعتين ما عشان بس ال... بس عشان احل المشكله. بتحصل كم مره في الاسبوع؟ لا تقريبا بتحصل كل يوم. كل يوم؟ اه كل يوم. طب انت ايه اللي غصبك عن النكد؟ ما قدر ربنا بقى. ما تحبها؟ اه ما. وخلاص لحد دلوقتي لسه معاها؟ اه الحمد لله. بقالك كام سنه؟ بقالنا داخلين في سنه اهو. وانت بقى؟ وانا ايه؟ لا انا ما ينفعش اوقف، استنى كده يا جدعان، البنات مش نكدين خالص، والناس دي يا رومانسي الناس دي على دماغنا عشان في شبشب هترفع لي و... يا رومانسي. اه انا اللي بنكد يا جدعان، وانا احنا رجاله. بص هو في مثل حلو انا ماشي بيه، احنا رجاله قوي. فين في بيوتنا. انا راجل في بيتي. انا راجل في بيتي بس كده يعني. انت شايف ان هو مش نكدين؟ لا مش نكدين خالص. اه ممكن، المهم ما يترفع ليش شبشب بس كده. انت متجوز على كده؟ لا لو بيترفع لك مش قبل الجواز. اه والله العظيم. تعمل ايه؟ لا نكد فاهم، فانا مش عايز اقابل نكد، فخليني ماشي كده تمام. طيب مين نكد اكتر، البنات ولا الصبيان؟ الستات. البنات ولا الصبيان؟ لا البنات. بنات؟ طب لسه من شويه كان في رساله حلوه، عايز الرساله دي تاني اهي. بوجه كلمه لحبيبتي، سيبك انت من الكلام ده، هو كلهم نكديين بس انت لا، انا ما شفتش منك غير كل جدعانه وخير وحب بس.
تمام. لما واحدة لافة بقى. ايوه ايوه انت بتعمل ايه؟ طبعا اطلع الكلام اللي هو بيقول. بقول لك حاجة حلوة دلوقتي، في كل شلة فينا او كل الصحاب في حد فيهم بيبقى ندل كده. بيبقى ايه؟ ندل. لا هو في حد فيهم بيبقى جدع، مش حد فيهم بيبقى ندل. في واحد بيطلع الندل، واحد بس هو اللي بيطلع جدع، واحد بس يا جدع وبقى كله اندال. اندال انت ما اديله رسالة، اديله رسالة اغني له. والله اغني له اندال اندال والله ما فيكم جدعان. خلاص كفاية كفاية والله كفاية. مش يا صحبة؟ ايه يا صحبة؟ الصحبة ورا الستارة. ايوه بتعمل ايه بقى؟ عطارة. خنت كمر كتير برضه. كتير برضه معترف. قلب شاب شيل كام بنت؟ كتير. ايه مفيش حد، مفيش واحده خالص؟ صحاب بيبقى هتلاقي في حاجات بايظه كتير قوي. طب ايه مفيش حد خالص حاب مفكر يحب مره واحده؟ انا حبيت مره واحده. وايه اللي حصل؟ اتخنت فيها فقررت اعمل كده. انت اللي اتخنت؟ اه. فقررت بيت اخون. حبيت الموضوع بقى لذيذ جدا والله. لا بس انا حبيت مره واحده ومش هحب تاني. يعني انت حبيت ولا لسه بتحب؟ يعني حبيت خلاص، وهي اللي في حياتي وما اشوف غيرها اصلا. خلاص. طب ماشي، مين اكتر نكدي، انت ولا هي؟ لا هي صراحة، بس بحبها والله. معروف ان البنات نكدين في اي حتة يعني. معروف ان الناس نكدية. هم دايما تلاقي شباب كده بيضحكوا ويهزروا زي الناس الجميلة دي. هم بيتلككوا، هم تحس ان هم بيتلككوا على اي حاجة، على اي حاجة صغيرة. قول لي اغرب موقف بسيط حصل من حبيبتك يعني واتخانقت عليه، عملت عليه مشكله كبيره. مشكله كبيره؟ واحده بصت لي وانا ما بصيتلهاش. اتخانقتوا قد ايه بقى؟ المشكله قعدت قد ايه؟ يومين. يومين خناق؟ اه والله. عشان واحده بصت لي وانا ما بصيتلهاش، يعني انا بص كده واحده بصت لي بتقول لي دي بتبص لك ليه، فاهمه؟ فاتخانقت معايا. اه. طب صلحتها ازاي؟ بس هزرت معاها ونكشتها ودخلت صلحتها عادي. طب واللي خانتك دي عملت ايه؟ عملت ايه؟ خانتك ازاي يعني؟ كانت بتكلم واحد صاحبي. الانتيم؟ الانتيم. وايه اللي حصل؟ كلمتهم ونزلنا الكافي نقعد شويه، وهم شافوا بعض اتصدموا، من ساعتها ما عرفهمش. الاثنين اختفوا خلاص. انا اللي اختفيت من حياتهم. انت يعني اللي عرفتهم على بعض وكده؟ هو خانها في الاخر. ارد لها الموضوع. خيانة كبير والله. اغرب رساله جات لك على الفيسبوك؟ كان اغرب رساله كان ابويا بيدور عليا. ابوك بيدور عليك؟ اه. اه والله. بس انا ابويا ما بيسالش عليا كتير يعني. فاهم؟ يعني اللي هو ايه تحزين لي كده؟ لا لا والله ده حبيبي، ربنا يجيبه يا رب بالسلامه. بس يا رب. حاسس يعني؟ قالت لي الشباب وهي بتعلق على بعض في الكومنتات تريقه عادي. ازاي يعني؟ انا لو بنزل صوره يتريقوا بيقولوا ايه؟ يعني ايه الهبالة دي؟ وصاحبي الشبح، صاحبي انت كده يعني صايع كده مثلا؟ لا لا. صاحبي اللي مفيش منه اتنين. لا لا مفيش، بيتريقوا علينا ايام انا وده. قلد لي البنات الكلبوبات. ليه؟ الكلبوبات البنات الكيوت. لا مش عارف الصراحة، لان انا اطلع برا مش عارف. قلد لي البنات الكلبوبات. البنات الكيوت. البنات الكيوت؟ لا ده محن كلاب ما بفهمش فيه. ما بتعرفش تقلد. طب وهما بيعلقوا على بعض في الكومنتات؟ قلدني اختي اللي ما جبتهاش امي، صاحبتي الانتيم، التوينز كده. روحي. اه شكرا. قلب الولد وقلب البنت، ده بيشيل كام واحد وده بيشيل كام واحد؟ مين اكتر يعني؟ الولد طبعا. الولد؟ اه بلاد كتير. اه طبعا. يلا بينا. انا معاك. طب انت ايه؟ انا البيت. بنت؟ اه. كام ولد مثلا؟ ياما صحابي ياما. بيرتبط بكام ولد البنت مثلا؟ بواحد. اه واحد؟ اه. طيب مسمينك ايه في البيت؟ فرشه. فرشه؟ ليه؟ مش عارف. انا دربكه. دربكه؟ اه. البيت؟ اه. وانت ما عندكش اي مصلحه معاه وعامل عركه مع مسمو يعني تقول ايه؟ جزيف. جزيف؟ انا اقول له تعالى تعاون. تعاون؟ في صاحب غدر بيك او ندل عايزك توجه له رساله. بص الكاميرا توجه له رساله. بص ايه ازاي؟ مش انا بيك ما اي لاف الفانز. واحد غدر بيك تقول له بيك ما اي لاف الفانز. قول له. قول له.
ايه مش عارفين اي حاجه. عندال يا صاحبه غداره يا صاحبه غداره والله ما بيكم جدعان. بس اشهد لكم رجاله كلكم لما بتحضر نسوان. طب بصوا الخطه الجايه، انا هشتري مركبه فضائيه وهزام الفضائيين واصل اصحابي بالصفيه.